في البدايه طبعا برحب بيك على شاشه النادي الاهلي، وخليني الاول ابتدي بالبارسا. الحقيقه يعني بعد القرار الاخير باستبعاد او بتقديم رئيس البارسا بارتوميو لاستقالته وتعيين مجلس تسيير الاعمال في الوقت الحالي، هل تعتبر ده بمثابه تصحيح مسار للبارسا ولا ليك وجهه نظر مختلفه؟ مساء الخير، أشكركم جزيلا. أنا سعيد أني معكم اليوم. بالفعل غادر السيد بارتوميو، وأعتقد أنه كان يجب عليه مغادرة مكانه ومجلسه منذ أكثر من شهرين أو ثلاث منذ بدأت الأزمة. لم تكن قد تبقت أي طرق أو حلول أخرى، لم يطرقها النادي. هو هذا الرئيس بعد أن غادر وبعد أن تم تعيين مجلس تسيير الأعمال في الوقت الحالي حتى انتخاب مجلس جديد، وأعتقد هذا هو الحل الأكثر فاعلية بالنسبة لنادي برشلونة. البعض يرى أن استقالة بارتوميو بتكشف عن حقيقة أنه ليو ميسي هو الحاكم الفعلي للبارسا، مما قد يصعب من مهمة أي مجلس إدارة أو أي رئيس جديد قد يأتي في نفس المنصب. بالفعل ميسي له اليد العليا في شؤون كثيرة في برشلونة، نعرفه وقد قلت قبل ذلك في مقابلات سابقة وكلنا نعرف هذا، أن ميسي من وراء الستار يستطيع تحريك بعض، لكنه له حد في قدرته على تحريك الأشياء، لأن في النهاية نادي برشلونة مؤسسة كبيرة وعريقة لها ثقلها في سوق الرياضه بصفه عامه. فبالرغم من قوه ونفوذ ميسي الا ان هذه القوه لا حدود، لكن ما فجر هذه القوه مؤخرا هي مساله انتقاله من برشلونه الى احد الانديه الاوروبيه. هل تتوقع انه مساله انتقاله، وخصوصا انه في بعض الاخبار يعني بتتكلم على اقترابه من مانشستر سيتي، هل تتوقع انه استقاله بارتوميو قد تبقي على ميسي في برشلونة، ولا فكرة أو خيار ترك البارسا ما زال وارد بالنسبة للنجم الأرجنتيني؟ أعتقد أن إمكانيات أن ميسي يبقى في برشلونة تزداد بالفعل، لأن كل ما أشار إليه من طلبات قد لبي إليه. لكن فكرة أن يذهب إلى أندية أخرى هذا لا يمكن أن ننكره على الإطلاق. طيب لو كلمت على كومان المدير الفني للبارسا، واعتقد انه في الجزئيه دي يتساوى الريال والبارسا، يعني تبدو انه بدايه السيزون بالنسبه لهم متعثره، خصوصا بعد اخفاقات الموسم الاخير وعدم وصول اي من الناديين حتى لقبل نهائي دوري ابطال اوروبا. هل تتوقع ان تتحسن المسيره بالنسبه لهم خصوصا مع وجود زيدان في الريال وكومان في البارسا، ولا تتوقع انه يعني تزداد النتائج سوءا؟ أعتقد أن كومان حتى الآن لم يأتي بعصاه السحرية، وأداء برشلونة ما زال محزنا حتى بالنسبة لمشجعيه، وهذا ما يقوله الصحفيون والنقاد إلى آخره. شخصية برشلونة لم تظهر، لكن أعتقد أنه مع الوقت يمكن أن تظهر بصمات كومان ويصعد برشلونة في أدائه رويدا رويدا. تتوقع استمرار كومان مع برشلونة؟ أعتقد أن على الأقل هذا الموسم لن يرحل هكذا سريعا، وأعتقد أنه سيأتي بنتائج إيجابية قريبا. طب لو ذهبنا لريال مدريد، يعني أحد أكبر أندية أوروبا واللي الحقيقة برضو بداية موسم غير موفقة مع بعض الأخبار اللي بتتحدث عن قرب انتقال أو إمكانية انتقال زين الدين زيدان المدير الفني للريال لباريس سان جيرمان خلافة توماس توخيل. إيه صحة هذه الأنباء وإزاي بتشوف مستقبل زيدان مع الريال؟ أعتقد أن هذه الشائعات لن يترك زين الدين زيدان
لا، وهو دائما يقول أنا رأسي ليست في مكان آخر، وأنا لا أفكر في أمر آخر أو في ترك الفريق، وإذا فكرت في يوم من الأيام فسأعطي إشارات بالمغادرة بوقت كاف قبلها، لكن في الوقت الحالي لا أعتقد أن زيدان يمكن أن يذهب إلى باريس سان جيرمان. ناتشو لابارجا صحفي بجريدة لاماركا الإسبانية، بشكرك شكرا جزيلا على التواجد معنا في السادسة.